ماشي يا شيخ. كيف 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 شنو سي محمد؟ انا شوف قلت لك الواحد دري اول ولد القبطان يا صاحبي ولد القبطان الجدرمية اللي لك صاحبي ايه داير لاباس عليك يا ملا يوسف تصوم مقدمين اخويا في الرزاق ايوا دابا انا سكت شوف دابا معايا دراهم صفطت بزاف ياك انا سكت شوف السويقه كلها لبسوها معايا ياك والله ايه وقول دابا قولي دابا انا كنترزق والله ما يتحصلوا ما قدامين معاه اه وهي غير السلطه هي غير القايده ولا حيدتو هذا يتخرج لك على طرف الخبز غادي يقول لك على سامي انت ما بغيتيش هذا حيد علينا لا حول ولا قوه الا بالله هذه هي الديمقراطيه وهذه هي هذه اعلام تيدير في التلفازه خصنا نصوت على اللي بغينا احنا وهي بيني وبينك السلطه كلها تخرج مضر لا حول ولا قوه الا بالله على ما كتصوت انت ما كتصوت على حد تصوت على راسه تصوت على راسه يقاو عندنا الدول الدراري انا بغا يحرموا لكم رزقكم هنا صافي لا حنا مزوجين المره كتعيط من جهه وهذه مع سكان ديروا مع هذا مازال الوالدين مازال حول ولا قوه الا بالله دابا الا قلتي القايده ما لبسوش تقول لكم ما تبقاش خويا خويا من هنا ايوا ولا ما هذا شي حيد واش تهيل هذا اي والله عاونك معنا حتى العشيه ونضرب واش دوار على عندك الله يرحم الوالدين الله صافي لا يسهل عليك دابا يدوز عندك الوالد واخا الله يرحم الوالدين الله يرحم